السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم الأحباب الأصدقاء أينما كنتم، حفظكم الله ورعاكم، في الجزائر، في المغرب، في تونس، في العراق، في قطر، في السعودية، في الصومال، في فلسطين، أينما كنتم في الدول الأوروبية أو الدول العربية، المسلمون محبين محمد صلى الله عليه وسلم، حفظكم الله ورعاكم. اسمع أخي العزيز، اسمع الأخت العزيزة، اسمعي، حفظك الله ورعاك، اسمعي دقيقتين، دقيقتين من وقتك، اسمعي هذه الآية العظيمة، سوف تعرفين من هو الله. الله جل جلاله يقول للعباد وخاصة أصحاب الذنوب، تارك الصلاة، المطفف، سرقة الميراث، أموال اليتامى والفقراء والمساكين، ظلمات النساء، عاق الوالدين، شهر رمضان، غير الصائم، النمام، المشعوذ، القاتل، مهما كبرت معاصيك، مهما كبرت معاصيك أخي العزيز، لا تيأس، هذا هو الله، لا تيأس يا أخي، لا تيأس ولا تظن أنك ذاهب إلى جهنم، ولا تسمع لأحد، إن أصدق الأقوال هو القرآن الكريم. اسمع ماذا يقول الله جل جلاله بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو الله. وأنيبوا إلى ربكم واسلموا من قبل أن يأتيكم العذاب ولا تنصرون، صدق الله مولانا العظيم. اسمع أخي العزيز، دقيقتين، اسمع، جزاك الله ورعاك. اسمع أخي، هذه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمنين كانوا هاجروا، كانوا شخصين، هشام بن عاص وعياش بن أبي ربيعة، كانوا هاجرين. هذا هشام بن عاص سجن، بقي عياش بن أبي ربيعة، فخرج مع أبو بكر الصديق، ولحق بهم أبو لهب، وقال أبو لهب لابن عياش: ارجع، إن أمك مريضة وتمنع عن الأكل والشرب والنوم إن لم ترجع. فتألم عياش بن ربيعة من ألم أمه، ولكن أبو لهب كان كاذب، قال له عمر بن الخطاب: لا ترجع، إنه كاذب. ولكن رجع مع أبو لهب وانقض عليه وفتن وعذب، تعذب هذا عياش بن ربيعة، حتى الكافرون كانوا يقولون عليه إن الله لا يغفر له، لأنه كان مسلم، كان له علم، لا نتقرب إلى الله بجهالة وإنما بعلم. كان هذا عياش كان مؤمن بالله، وكان مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفتن بالتعذيب وتخرج عن الإسلام، حتى الكافرون كانوا يقولون عنه أن باب التوبة لعياش بن ربيعة أبي ربيعة مغلوق، إن الله لا يغفر له، حتى ظن نفسه أنه لا رجوع إلى الله. الله جل جلاله نزل هذه الآية العظيمة ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم واسلموا من قبل أن يأتيكم العذاب ولا تنصرون، صدق الله مولانا العظيم. معناها أخي العزيز، مهما كبرت معاصيك، مهما كبرت معاصيك، الإنسان كي يغلط مع إنسان
ويتجاوز الحدود مع الإنسان. ممكن الإنسان يغفر لك ويتنازل على الحقوق تاعه، سرقة الأموال تروح عند إنسان تعترف في الذنب تاعك وتقول له أن الإنسان سرقت الأموال، ممكن يعفي عليك الإنسان، كاظمين الغيظ عافين عن الناس، ممكن الإنسان يسمح لك، ولكن تبقى فيه ذاك الجرح الداخلي ما يسمح لكش. كما حمزة رضي الله عنه قتل من عند الحبشي لما كان يصلي مع محمد صلى الله عليه وسلم، التوبة مقبولة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما باش يشوفه أمامه في الصلاة، لأنه فيه تأثير يذكره بحمزة هو الحبشي الذي قتل. ولكن الله جل جلاله مهما كبرت المعاصي وتتوب وترجع إلى الله يغفر لك، ربي يسترك، ثم يناديك، ثم يغفر لك، ثم يبدل سيئاتك بحسناتك، ثم يدخلك الجنة. يا الله، هذا هو الله. العبد ممكن يسمح ولا ينسى، ولكن الله يسمح، غفور رحيم. ربي ما سماش هاد الناس اللي يديروا الذنوب، ما سماهمش باسماء الاسم تاع الذنوب، مثل يا ايها الزاني، يا ايها الكذاب، يا ايها المطفف، يا ايها الفاجر، يا ايها ايتها الزانيه الغير ملتزمه، يا ايها تارك الصلاه. ربي ما سمناش بالذنوب تاعنا، ربي استرها. قال واحد الكلام عجيب وفيه رحمة، قل يا عبادي، شوف ربي سمانا بالعباد وليس بالذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا معناه تجاوزوا الحدود، على أنفسهم معناه عبأ، معناه شر، إنسان دار شر لنفسه، على أنفسهم معناه درت عبأ، شر لنفسك، ظلمت نفسك، كان الإنسان لنفسه ظلوما جهولا، معناها أنت ظلمت نفسك بهذه المعاصي، في اليوم الآخر سوف تعذب، معناها ظلمت نفسك بعلم وبجهالة من كثرة الشهوات واتباع خطوات الشيطان. ربي راح يقول لك لا تقنطوا، الأخت العزيزة ما تقنطيش، الأخ العزيز ما تقنطش، لا تبالي. ربي يقول لك قل يا عبادي، مستور الذين أسرفوا على أنفسهم، ما تكرش الذنوب خلاها مستورة، هذا هو الله. لا تقنطوا، رحمة واحدة أخرى، ما تقنطش يا أخي، مهما كبرت المعاصي تاعك ما تقنطش يا أخي، لا تقنطوا من رحمة الله، إنه هو الغفور الرحيم، هذا هو الله. ولكن فيها شرط يا أخي، الشرط شهية، أنيبوا إلى ربكم واسلموا، معناه الرجوع. ربي راه يقول لك نغفر لك الذنوب جميعا ونبدل سيئاتك بحسناتك، ولكن على شرط أرجع. هذا الشرط الأول، أرجع. الشرط الثاني، قبل أن يأتيكم العذاب ولا تنصرون، معناه قبل ما يجيك ملك الموت ويقبض روحك ويدخلك في حياة البرزخ، معناه قبل أن تدخل عليك الغرغرة أو سكرة الموت، الباب التوبة مفتوح، بصح من تجي الغرغرة ما بقاتش الذنوب تغفر، لأن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين تجاوزوا الحدود وكثروا في المعاصي، لا تقنطوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، على شرط أن تنيبوا وتسلموا وتكون توبة نصوحة، والندم على المعصية والرجوع إلى الله. لا تقنطوا من رحمة الله قبل دخول عليكم سكرة الموت، قبل أن يأتيكم العذاب ولا تنصرون، لا تنصرون معناها الجهنم، معناها الإيمان بالبعث، الإيمان بالرجوع إلى الله وحده لا شريك له، الخوف من الله، الميعاد، ميعاد عظيم مع الله، معناها الإيمان بالبعث والإيمان بالله إنه غفور رحيم والرجوع إلى الله. هذه الرحمة الإلهية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا الله، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم واسلموا،
أنيبوا إلى ربكم، ارجع يا أخي، توب قبل أن يأتيكم العذاب ولا تنصرون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حفظكم الله ورعاكم.